على يتمثل هذا الطابع الخاص بكل جلاء فيما شهدته أواصر التفاعل والتبادل بين بلدينا من حركية غير مسبوقة على مدار السنوات الثلاث الماضية، التي أضفى خلالها الرئيسان عبد المجيد تبون وقيس سعيد بعداً استراتيجياً حقاً على مضمون العلاقات الجزائرية التونسية الشاملة بتواصلهما الدائم وبتنسيقهما المستمر وبحرصهما الدؤوب على توطيد عرى التضامن والتآزر والدعم المتبادل في مواجهة مختلف التحديات. وقوف الجزائر إلى جنب تونس في هذا الظرف له معنى، فيه إمكانيات كبيرة وتكامل مهم يجب لرجال ونساء الأعمال في البلدين يتقابل أكثر مع بعض، حتى أفكار المشاريع تنبع